قال وزير الزراعة عبد المنعم البنا إن الدولة تعمل على النهوض بمحصول القطن وتطوير مصانع الغزل، وأشار خلال تصريح لأونلايف خلال افتتاح موسم جني القطن بمحافظة الفيوم إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى زرع نصف مليون فدان من القطن خلال عام 2019. طبعا محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجيه الهامه، وطبعا توجهات القياده السياسيه الاهتمام بهذا المحصول بما له من مميزات، اذا كان قطن هيتصدر، اذا كان هيشغل مصانع، اذا كان هيستخرج منه زيت، اذا كان هيستخرج منه علف للثروه الحيوانيه. هذا العام زرعنا 220 الف فدان. العام الماضي كانت 129 الف فدان، ودي كانت اقل مساحه زراعه قطن في مصر منذ دخوله من ايام محمد علي. وبالتالي لازم نبقى فيه اهتمام في هذا المحصول، وعرفنا ايه المشاكل وايه السلبيات وابتدينا نعمل عليها، وبالتالي ان احنا بنشجع لزيادة هذه المساحه، ويمكن المساحه زادت حوالي 90,000 فدان هذا العام، عاملين خطه العام القادم ان احنا نوصل ل 350,000 فدان، العام اللي بعده ان شاء الله يبقى لينا نص مليون فدان. ايضا تحريص سعر الصرف من احد المحاور الهامه اللي رفعت سعر المنتج الزراعي، اللي كان طبعا المستورد زمان بيجي ارخص، فبالتالي كان الفلاح ما بلاقيش تسويق للمنتج بتاعه. طبعا لما حصل تحرير سعر الصرف، وانا بقول ان تحرير سعر الصرف ساعد كثيرا جدا على الانتاج الزراعي، وانا اعتقد ان الانتاج من المحاور الهامه للاقتصاد القومي في مصر.